الونش بينقذ الزمالك وبيجيب له 3 نقط غاليين جدا في الصراع على المركز الثاني مع بيراميدز اللي عندنا ماتش معاه الخميس الجاي، وكارترون بينفد بجلده وبيفوز على ام 1-0 في وسط اداء غريب. حطني رقم واحد في الانجازين. طالما معلم وصلتلك الحلقه دي فانزل اعمل لايك على طول واعمل سبسكرايب قناه وفعل الجرس علشان تجيلك حلقات اول باول. يلا بينا نخش نتكلم على الزمالك. الزمالك النهارده بدا بتشكيل نفس تشكيل المباراه اللي فاتت، بس في تغيير وحيد هو احمد عيد بدلا من حازم امام. والزمالك بنفس الشكل قدام مولانا العرب، ان لما الكوره تبقى مع الزمالك ما بيبقاش عنده حلول، مش حلول هجوميه عند الزمالك، وده راجع لحاجتين. الحاجه الاولى ان نوعا ما لعيبه الزمالك، وخلينا نتكلم بشكل خاص شويه على زيزو، انه لما يمسك الكره في رجله بيختار الحل الصعب اكتر من الحل السهل. شفنا اللقطه دي في ماتش الاهلي، شفنا اللقطه دي في ماتش المقاولين. مش زيزو بس، في زيزو في اوباما كمان بيختار الحل الاصعب عن الحل الاسهل. مش فاهم ليه ان زيزو واوباما الاثنين دول بالاخص لما الكره تبقى في رجليهم بيختاروا انهم يعملوا الحل الاصعب اكتر ما بيعملوا الحل الاسهل. دي مش فاهمها بصراحه. زيزو تلاقي خد الكره وجري على الطرف، تلاقي بابا خد الكره قاعد يلف حوالين نفسه، مش فاهم ليه بصراحه. وده اللي بيخلي الزمالك ما عندوش حلول هجوميه، ان فريقه ده بيبقى مقفل، تبقى محتاج حلول هجوميه او دعم من نص الملعب ومش بتلاقي. الحاجه الثالثه واللي انا بشوفها كتير جدا، ان بن شرقي لما بياخد الكره على الطرف ويخش لقلب الملعب علشان يلاقي مسانده، لما بيلاقيش اي مسانده تماما، ولما بيلاقي مسانده بيلاقي من فرجاني ساسي اللي هو لاعب نص الملعب، حتى مش اللاعب من 10 اللي هو اوباما. تلاقي فرجاني ساسي هو اللي طالع لقدام بيساند بيه، بيساند بن شرقي. غير كده بن شرقي لما يخش لقلب الملعب ما بيلاقيش اي مسانده، ده اللي بيخليه ان هو احيانا كتير بياخد الكره ابتدي يلف ويرجع تاني لمكانه الطبيعي اللي هو على الطرف. حته ان كارترون ما لاقيش حلول قدام الفرق الصغيره، ما لاقيش حلول قدام الفرق اللي بتضغط عليه او الفرق اللي بتدافع قدامه، دي مشكله كبيره جدا. احنا بنشوف الزمالك بيلعب بشكل كويس او بيلعب بشكل نوعا ما يخلي ان ده شكل الزمالك او الفريق ده ممكن يكسب النهارده، لما بيلاعب فريق بيهاجمه زي الاهلي مثلا في الديربي. لما الاهلي في الديربي هجمك عرفت تضرب جون واثنين وثلاثه والمرتدات، ده اللي بنعتمد عليه، المرتدات والكور الطويله في ظهر الدفاع اللي قدامنا، الفريق اللي بيهاجمنا. عايزين نشوف الزمالك فعلا كويس، عايزين نشوف الزمالك بيلعب كوره كويسه وتقولوا اه ده الفريق ده قادر على تحقيق لقب دوري ابطال افريقيا. اتفرج عليهم الخميس قدام بيراميدز، هتلاقي بيراميدز هو اللي ماسك الكوره، هو اللي بيضغط، هو اللي عايز يجيب جون، هو اللي بيهاجم الزمالك. عشان كده هتلاقي الزمالك بيلعب مباراه كبيره جدا، وتلاقيه بيهاجم وتلاقيه هيجيب اجوان قدام بيراميدز. لكن طول ما انت بتلاعب فرق صغيره او فرق بتدافع قدامك زي انبي وزي مولانا العرب، عمرك ما تلاقي اداء من الزمالك. الحاجه الثانيه واللي عند الزمالك برضه شايفينها اللي فيه نوعا ما ضعف فيها، وهي الكرات الطويله. الكرات الطويله اللي بيعتمد فيها الزمالك بشكل كلي في ظل الفريق اللي قدامه مقفل ومقفل مسحبه تماما ومضيق الخطوط، الزمالك بيعتمد على الكرات الطويله، والكرات الطويله ما فيهاش اتقان. شفنا كذا كوره محمود عليا بيلعب كرة طويله عشوائيه، ولا بتيجي للطرف ولا بتيجي للمهاجم ولا بتيجي للطرف الثاني ولا لصانع العاب ولا لاي حد، هو بيرمي الكوره طويله ويلا اجروا انتوا جيبوها. ده اللي بنشوفه عشوائيه كمان في الكرات الطويله. طب واحد يجي يقول لي طب الزمالك محتاج ايه علشان يبان ان هو كويس، او الزمالك بيبقى انت بتقول الزمالك في الحته الهجوميه ما بيبقاش عنده حلول لما الفريق اللي قدامه بيبقى قافل الملعب. هقول لك يا معلم ايه الحته اللي ممكن الزمالك يبان ان هو كويس فيها لو الفريق اللي قدامه مقفل. اول حاجه وان الزمالك يبقى عنده لاعب تاني مع بن شرقي يبقى عنده حلول هجوميه. خلينا نتكلم بشكل صريح، اللاعب اللي في الزمالك اللي نوعا ما يبقى قريب من بن شرقي هو ونجم. ونجم لما بينزل من على الدكه في كل مباريات الزمالك بتلاقي فيه حركه الناحيه الهجوميه، بتلاقي فيه حل، تلاقي مثلا مره واحده خد كره ورقص دخل جوه الملعب، او خد كره ورقص بره وطلع ورفع عرضيه. ده نجم اللي انت لاعب عنده حلول تانية غير بن شرقي في الناحيه الهجوميه. الحاجه الثانيه والمهمه جدا 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 من هنا للسنه الجايه، ان انت يبقى عندك لاعب 10 بدل اوباما. واللاعب نمره 10 بدل اوباما عندك حلول كتير، اوله مثلا عبد الله سعيد، بس عبد الله سعيد صعب ان يجي لك الزمالك لان بيراميدز بيبني مشروعه كله على عبد الله سعيد. حاجه ثانيه لازم تدور على لاعب صانع العاب، لاعب نمره 10، واللاعب نوعا ما شويه اللي ممكن يرجع لمستواه، واللاعب اللي انت ممكن تبص عليه هو محمد ابراهيم في المقص. محمد ابراهيم من اللعيبه اللي عارفه قيمه تيشيرت الزمالك، ابن النادي عارف قيمه التيشيرت، نوعا ما مستواه ابتدى يرتفع شويه بشويه، ممكن تجيبه بدل اوباما. لان اوباما ولا حلول هجوميه ولا حلول دفاعيه. اوباما يعني اوباما بينزل من لاعب من قدام منطقه الجزاء بينزل لحد نص الملعب عشان يعمل الربط بين نص الملعب وبين المهاجمين، لكن اول ما اوباما بينزل لنص الملعب ويلمس الكوره وياخد الكوره في رجله الهجمه انتهت. الهجمه انتهت. ان هو بياخد الكوره لا يقعد يلف حوالين نفسه، يا اما يختار الحل الصعب ويلعبها له، يا اما الكوره بتقطع منه. الحل الصعب اللي هو مثلا يلاقي كوره اوباما مسك الكوره
الكره معاه في رجله، بيلاقي مثلا زيزو الناحيه دي قدامه لاعب او اثنين وصعب انه يستلم الكره، وصعب ياخد الكره، يلاقي حلول والناحيه الثانيه فرجيني بن شرقي فاضي تماما، لا انا هاخد، خد يا زيزو العب انت. زيزو بياخد الكره بدل ما يعمل 1 2 مع بن شرقي، بياخد الكره ويجري بيها على الطرف تماما ويرفع عرضيه في الكورنر، لا بتضيع لا بتخرج بره. ده زيزو ده بن، وده زيزو ده اوباما. لما زيزو خرج من الملعب في الشوط الثاني لقينا حل، لقينا حل، لقينا حل بدل زيزو خرج لقينا حلول هجوميه، لان زيزو خرج من الملعب، لان زيزو مبقاش موجود في الملعب، لان زيزو اللي بيعمل حلول صعبه مبقاش موجود، او لاعبين اثنين في ارض الملعب بيعملوا حلول صعبه بقوا لاعب واحد بس، فبين الزمالك عنده حلول هجوميه. لما بعديها بشويه خرج اوباما، لا الزمالك بقى عنده حلول هجوميه اكتر، وبقى بيتحرك في الناحيه الهجوميه اكتر واكتر. انا عم بمشي العب بمهاجم صريح، بلعب بمهاجم مهاجم ابتدى يطبق فكره جديده، لكن انا عم خرجت اوباما وخرجت زيزو بقى عندك حلول هجوميه اكتر واكتر، بان انت بقى عندك لعيبه تختار الحل الصعب. اللي عايز افهمه بس حته صغيره، لحد امتى الزمالك لما قدامه فريق صغير او فريق مقفل المساحات ومضيق المساحات ومش بيهاجمك، لحد امتى مش هيبقى عندك حلول هجوميه؟ لحد امتى تبقى قاعد مستني الجون يجي في اي لحظه سواء فيك او ليك، تبقى قاعد مش متاكد اذا كان هيكسب الماتش ده ولا لا؟ لحد امتى نقدر كده؟ لحد امتى في مباراه زي دي فريق مقفل 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 وانت ماسك كوره وماسك كوره ماسك كوره ماسك كوره سلبيا واستحواذ سلبي مش بتوصل لجول الخصم، وفجاه تلاقي الخصم عمل لك مرتده في ظهر دفاعك جول زي ماتش المقاولين، انت مستحوذ وماسك كوره لكن ما توصلش لجول المقاولين، المقاولين ضربك بمرتدتين، عمل مرتدتين طول الماتش جونين، خسرت الماتش. النهارده لو ام بيفايق شويه او عنده حلول هجوميه اللي يعمل عليك هجمه مرتده منظمه كان قدر يخطفك بجول، لكن ام ما عندوش حلول دي. الماتش جاي عندك بيراميدز، بيراميدز لو هي الفريق اللي سايب لك الكوره وبيدافع، سايب لك الكوره وبيدافع وضربه بمرتدات، انت هتتعب قوي قصاد بيراميدز، ممكن تلبس جون واثنين وثلاثه ويمكن اكتر. لكن لو بيراميدز هو الفريق اللي بيدافع وانت سايب له الكوره اعمل اللي انت عايزه وانا اضربه بمرتدات، ساعتها هنشوف الزمالك، ساعتها هنشوف حلول كارترون، ساعتها هنبان لي كارترون عبقري وكارترون بيعرف يدير الماتشات الكبيره. هو كارترون فعلا كده، كارترون تعالى له اي مباراه كبيره او اي مباراه مهمه هيقدر يديرها لك. بيراميدز اهلي ترجي بيقدر يدير لك المباراه، يدير المباريات اللي زي دي. الاهلي في السوبر المصري، الاهلي في الدوري قدر يخرج بمكسب وقدر يدير مباراه. الترجي في السوبر في قطر قدر يدير مباراه ويخرج بالمكسب، الترجي في افريقيا قدر يدير مباراه ويخرج بالمكسب. اي مباراه كبيره حط فيها كارترون هيقدر ياخد لك المباراه ويقدر يكسب المباراه، لكن كارترون حطه قدام فرق زي الجونه، زي انبي، زي الانتاج، زي المقاولين، فرق بتقفل الملعب وتلعب على المرتده، هتلاقي كارترون في الزمالك مفيش اي حلول. حد انت الزمالك يفضل كده، حتى الجون اللي احنا جبناه مش من جمله ولا اي حاجه، من كوره ثابته، كوره بترفع بتخبط بتنزل قدام الونش، ونش بيلطش واحده جون. لولا اللطشه بتاعت الونش دي كنا لحد دلوقتي خلاص خرج الماتش 0-0، ما عرفناش نجيب جون، ما عرفناش نلاقي حد لولا اللطشه بتاعت الونش. اللي عايز افهمه لحد ده نفضل كده بس، بس ماتش بيراميدز الجاي في ظل اللي احنا دلوقتي بنقول الزمالك لعب وحش والزمالك سيء والزمالك مش كويس والزمالك شكله وحش، الماتش الجاي انا متاكد وان انا بقول لكم اهو ان انا هطلع حتى اقول لكم الزمالك قدم مباراه كويسه، انا هطلع اقول لكم الزمالك قدم مباراه كويسه، لان الزمالك ساعتها هيقدم مباراه كويسه، لان بيراميدز هيبقى بيهاجم فساعتها هيبان حلول الزمالك وهيبان ان الزمالك كويس وهيبان يخرج بالمكسب. غير كده قدام فرق صغيره هطلع اقول لك الزمالك كان وحش، الزمالك ما عندوش حلول، الزمالك بيعتمد على الكرات الطويله والكرات العرضيه، والكرات الطويله والكرات العرضيه بيبقوا احيانا عشوائيه. غير كده كارترون والزمالك بيعرف يلعب ماتشات كبيره. لحد انت نفضل كده مش عارف هل بقى ده الحل ان عبد كارترون يجيب لك ماتشات كبيره او يلعب لك ماتشات كبيره بس وبقى الماتشات تبقى بلح، او عندي سؤال تاني واللي هو هل لعيبه الزمالك اترسخ جواهم ان المباراه دي طالما مش على المنافسه او على بطوله تبقى مش مهمه لو خسرنا وتعادلنا، ولا لعيبه الزمالك خلاص مش عايز تلعب؟ ده سؤال. لعيبه الزمالك اتحط جواه ان احنا المباراه دي مش على منافسه، او المباراه دي مش مهمه او مش كبيره خلاص مش مهم نكسب، نكسب او نخسر او نتعادل مش هتفرق، ولا اللعيبه خلاص مش عايز تلعب ولا ايه؟ مش فاهم بصراحه. الشكل اللي بنشوفه ده ماتش، شكل شفناه ده المقاولين، الشكل اللي شفناه ده ايه النهارده، انا مش فاهم، مش فاهم. لعيبه بتلعب برعونه، لعيبه بتدلع، هل الماتش الجاي قدام بيراميدز هنلاقي نفس الرعونه ونفس الدلع ونطلع نقول الزمالك كان وحش، ولا لا لعيبه رجاله والزمالك بيكسب والزمالك بيعمل اداء دفاع مميز وبيضرب بالمرتدات ونقدر نقول الزمالك كان كويس؟ الله اعلم. في الاخر ده رايي انا في مباراه الزمالك وام بي والزمالك بشكل عموم. قول لي رايك انت بس، قول لي كمان توقعك، هل الزمالك في مباراه بيراميدز الجاي هيقدم مباراه كويسه
ولا هنطلع نقول الزمالك وحش زي ما قلنا قدام المقاولين وقدام انبي؟ قول لك في الكومنتس، ولو الحلقه عجبتك ما تنساش تعمل لايك واعمل سبسكرايب كمان واشتراك على الجرس عشان يبقى عليك اول باول. طبعا على السوشيال ميديا في الديسكربشن تحت، واعمل شير على الفيسبوك، تويتر، على تويتر، على مصطفى. ان شاء الله الحلقه الجايه، سلام.